وضعية المياه في تونس متخفشرة حتى حد، هي منذ سنوات تعاني أزمة كبيرة بسبب سنوات المتالية متاع الجفاف بالطبيعة، ولأسباب أخرى عديدة يطول شرحها، من الحوكمة، من الفساد، من سوء التصرف، من اهتراء المنظومة التشريعية اللي فات عمرها أكثر من 50 سنة، من زادة من تخلي الدولة على السوناد وعلى الشركات العمومية كما السوناد ولوناس وغيرها اللي بالحق مستحقة دعم في فترة تعيش تونس معناها ندرة مياه. ثم رقم معبر أكثر منه ما ثماش، معناها في الأيام الأخيرة مخزون السدود وصل تقريبا 26%، والرقم هذا حسب معناها الموقع تاع لونا جرين تاع وزارة الفلاحة يأكد اللي ثم نقص بالمقارنة بالسنة الفارطة ب20%. معناها 26% هو رقم خطير برشا، كي نشوفوا اللي مازال الصيف ما متواصل ومازال زاد الأشهر اللي تصير فيها نقص حاد المياه اللي هي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وقت الزراعات الكبرى باش نستحقوا معناها الري التكميلي وإلا الزراعات بتاع الحبوب وغيره حاجتنا باش نسقوهم. هذا ما يؤكد اللي الأزمة راهي موجودة ومعناش معناها ما نخبوا، معناها هذيك كلها معروفة عند الناس كل. بل كل شيء نطالبه من السلطة أنها تكون متناسقة في خطابها ما بين المسؤولين، ما بين وزارة الفلاحة وخطابات مسؤولينها وتصريحاتها، ما بين السوناد، ما بين رئاسة الجمهورية، وزادة ثم أرقام تحكي معنا فما تناقض كبير. معنا اليوم الأرقام تعطي مخزون السدود 26%، تخرج لك السلطة مثلا في أعلى هرم للسلطة رئاسة الجمهورية تقول لك ما عندناش مشكلة متاع ماء، وزير الفلاحة في زيارة ميدانية عنا عشرات الالاف من الابار العشوائيه، فرد وقت يقول لهم علاش ما تعطوش في الرخص احفروا لابيار العباد، في وقت اللي ثم استنزاف مثلا الموارد المائيه في عدد القطاعات وخاصه معناها الزراعيه المعده للتصدير، نشوفوا مشاريع هلاميه احنا نسموها باش نردوا صحراء جنه ونفجروا الابار، وهل الرسائل هذه شنو منفعته قطاع المياه فيه؟ بالعكس معناها عمق الازمه، وانه الناس ولت معناها في شك، معناها السوناد تتحمل في المسؤوليه ويتم توجيه معناها صاب على اتهام ليها ان عندها الماء وما تحبش تعطي المواطنين، بار كونتر كل شيء منشور. السوناد دخلت تقريبا فما معناها من عام من مارس 2023 في نظام الحصص الظرفيه وتم الاعلان عليه معناها للعموم في وسائل الاعلام في نشريات وغيره، وهذا مؤكد. نجوا اليوم نقولوا لا راهو عندنا الماء والاشكاليه مفتعله وفما غرف نتاع تعطيش معناها مظلمه وما نعرفوهاش، هذا خطير برشا، وهذاك هي سياسه الهروب الامام اللي نحكوا عليها، انه السلطه لازم تحمل مسؤوليتها ونقروا انه راهو عندنا مشكله ويلزمها تتحل. احنا في الحلول اللي نحكوا عليها في قطاع الماء وفي المرصد منذ سنوات عملنا دراسات اصل حتى على الكلفه الحقيقيه لتصدير التمور، الكلفه الحقيقيه من البصمه المائيه نتاع المياه في قطاع الحبوب، والدراسات منشوره وموجوده ومن علميه كانت موجوده وحتى ميدانيه، ناكدوا ونعاودوا انه راهي اشكاليه الماء ماهيش في مياه الشرب. يعني القطاع الفلاحي هو يستاثر ب 80% تقريبا من المياه المستعمله في تونس، كي نجيو نشوفوا القطاع الفلاحي وين الكميات الكبيره نتاع المياه موجهه لزراعات معده للتصدير كما حكينا على التمور وعلى الزيتون معناها السقوي، ونجيو للقطاعات الاخرى برا معناها مثالش التمور عندها قيمه مضافه كبرى في تدخيل الديفيز، كيف الزيتون زيت زيتونك ما بين ظفرين، انه لكن العكس كان نمشوا نثبتوا في زيت زيتونه الشعب التونسي ماهوش متمتع به والعائدات نتاعها الكبيره من العمله الصعبه ماهيش قاعده ترجع لتونس معناها بالنفع، لكن نجوا نحكوا على شركات واضحه تزرع في الخس في وقت اللي احنا نمر بازمه، وقت اللي يتم قطع الماء الدوري على المواطنين يوميا معناها في المدن الكبرى خاصه، وقتها فما خس قاعد يتصدر، فما طماطم معدل التحويل وتتحول وتتصدر، البصمه المائيه نتاعها كبيره برشا، وفما استنزاف للموارد المائيه، والزراعات المشكله هذه يتم زراعتها في مناطق تسمى مناطق حمراء او معناها فيها سير اكسبلوتاسيون نتاع الميده المائيه بنسبه 160 و170% كما في قفصه الشماليه. هذه هي معناها الحلول. احنا نقولوا انت ما عندكش امكانيات باش تستثمر في قطاع الماء، خويا عندك حلول واضحه معناها هذيك بتصحها كما تعمل افتصاحات تعطوا في الرخص لتعليب المياه في بعض المناطق وقت اللي المناطق هذيك عطشانه كما جلمه ولا غيرهم ولا سليانه، تنجم زاده توقف هالتصدير نتاع المنتوجات اللي ما عندها حتى منفعه لينا، اش نعملوا به؟ احنا الخس كيتصدر لبرا ويعطش صغار الفلاحين في قفصه الشماليه، هذا هو اللي نحكوا عليه، وهذا راهو متفشي، ظاهره متفشيه خاصه مؤسسات نسميها ولا شركات ما نسميهمش في الفلاحين، الشركات الكبرى والعابره معنا القوميات اللي تجي تستثمر في تونس خاطر مستباحه والميده نتاع المائيه مستباحه وغير مراقبه. اليوم معنا السياسه ولا التوجه العام معنا نتاع السلطه انها تتهرب من مسؤولياتها، هي المسؤول الاول على السوناد هي وزاره الفلاحه،
وفما تداخل زاد نتاع وزارة المالية في تحضير ميزانية الدولة، فما ضعف معناها وتراجع كبير في الاستثمار في قطاع الماء وفي الدعم زاد للصناعة اللي تم التخلي عليها، ما يخليها انه في مثلا في تجديد الشبكات والتسربات الكبرى اللي قاعده صايره واللي قاعدين يلموا فيها عليها، ما عندهاش الصناعة ريال مو باش تجدد شبكاتها، ما عندهاش باش تستثمر في الشبكات، وحتى كي ترتهن للخارج وهذا صاير معناها في الصناعة والناس يتم تدريجيا التفريط فيهم عبر الوزمات وعبر مخاطر الخصخصة كيما لوناس سنة الفارطة تم خصخصتها بعض المحطات مع شركات فرنسوية معروفة معناها في العالم بكوارثها في خصخصة معناها قطاع المياه. اليوم نلقوا الصونات حتى هي ظهر لي ماشية في الثنية هذه في وقت اللي الدولة ماهيش قاعدة تدعم فيها وترتهن زادة معناها للمؤسسات المانحة اللي تشرط عليك شنو تستثمر في قطاع المياه، تشرط عليك براجات، تشرط عليك محطة تحليه مياه بحر الخاطر فيها رونتابيليتي وفيها مربوح ليهم، اما ما تنجمش ما تمولكش في تجديد الشبكات اللي هي اصل الكارثة عندنا في تونس. انت ما عندكش ماء وحتى كان تواجد الماء توزعوا في شبكات نسبة ضياع متاعها معناها توصل تقريبا الماء ليخرج الثلث متاعه وما يوصلش، معناها التسربات تفوت 20% معناها في الشبكات في بعض المناطق تفوت 50%. أما خير الاستثمار في تجديد الشبكات ولا نعملوا محطات تحلية مياه بحر والماء ذاك اللي يتكلف لنا معناها بكلفة غالية طاقية وغيره والتلوث وبيئية وغيره وبعد نسيبوه في شبكات اشترى الماء يبدأ ضياع. هذا اللي نحكوا عليه على الصونات، والصونات كما قلنا راهي مكسب وطني ومتاع الشعب قبل ما تكون تحت مسؤولية وزارة الفلاحة وغيره. في الصيف ما نجموش نحكي رو على إجراءات وإلا حلول في قطاع الماء على مدى قريب، ما تجمش تحكي كناس تعمل استراتيجية على 20 سنة و 30 سنة وعندنا دراسة الماء وفوق 2050 موجودة، لازمها إمكانيات مالية ولازمها التنفيذ، لكن نعملوا في الدراسات لكن نحطوهم في الرفوف، نعملوا عندنا الكفاءات يتم تهميشهم، البحث العلمي موجود معنا في برج السدرية مركز بحوث تكنولوجيا المياه، عندنا ما شاء الله كفاءات في تونس موجودين، لكن هذوما كلها معناها يتم معناها تجاهلهم وماشيين في الحلول معناها انه هاو نعملوا برج كبير تحل المشكله، محطه تحليه مياه بحر ما تحلش هذه المشاكل. احنا الحلول العاجله مثلا في الصيف هذه كان معناها بالاجدر انه تصير خلايا نتاع ازمات، خلايا ازمات عطش، ما عندناش ماء نعملوا خلايا ازمات عطش تكون متداخله فيها القطاعات الكل معناها كسوا مجتمع مدني مواطنين فلاحين وكذا ونشوفوا شنو عندنا امكانيات ونحدوا الاولويات، مش هنا نبدا في الان سفاري قاعد ونحدد اولويه توزيع المياه في قفصه الشماليه، وكان جد اصل تعرفها انت قفصه الشماليه وتعرف شنو متطلباتهم، هي من بعد في الاخر هنا جينا نشوفوا قفصه الشماليه عطشانه في مياه الشرب والمياه موجهه للخصه لمعدل التصدير، معناها ثم اشكاليه انه نحاولوا نلقوا الحلول العاجله وتطبق على تونس كامله بنفس الطريقه، لكن لا كل جهه وعندها خصوصيتها، فما جهات ما عندهاش مشاكل مياه الشرب راه فما جهات ما تزودش عن طريق السدود في تونس وما عندهاش مشاكل مياه الشرب ما عندهاش نقص مياه، لكن عندها مشكله في مثلا في منظومه الصيانه ناقصين اعوان للصونات انه بيدخلوا في الوقت، العوان ناقصين امكانيات ماديه ولوجستيه باش فيسع يصلحوا التسرب، هذو ما هما الاشكاليات كما قلنا كل جهه وخصوصيتها كانت تكون معناها محلوله العمليه توفر الامكانيات الماليه. ثم حل زاد عاجل طلبنا به تو عندنا تقريبا عام اعلان حاله الطوارئ المائيه، اعلان حاله الطوارئ الجفاف، وقت كي نعلن حاله الطوارئ هذه الموبيليزاسيون وتوفير الامكانيات الماديه لحل حاله الازمه تتوفر بالسيف، ويتم حتى تعويض صغار الفلاحين اللي بالحق متضررين عندهم تو اكثر من عام ونص يتم قطع الري عليهم في زراعاتهم وهما اول المتضررين في تونس، ولليوم ما يتمش اعلان على حاله الطوارئ هذه باش ما يصيرش مثلا تعويضات لصغار الفلاحين هذوما حلول الدوله يلزم تدخل. انا نشوف مثلا فما استثمارات قاعده تصير في قطاع المياه ما عندهاش لازمه ولا ماهيش ذات اولويه كيما محطات تحليه مياه البحر، هاي ماهيش باش تحل الازمه، محطه جلبه ما حلتش الازمه، كان بالاجدر الفلوس اللي ترصدت للمحطات اللي معناها يتم تدشينها في المده الاخيره واللي هي مشاريع قديمه معناها عندها عشرات السنين وثم شكون حتى عندها اكثر من 10 سنين واليوم معناها الافتتاح بتاعها ولا في مرحلتها التجريبيه ماهيش باش تحل مشاكل صفاقس. الفلوس هذيك كانت نجم تمشي ابسط شيء في سيترنات يا خويا في 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 وجود في البحث على حلول مثلا نتاع تحليه المياه، مش تحليه مياه البحر، نحكي تحليه المياه وتحسين جوده المياه في عديد المناطق، المياه ما تشربش. شركات نتاع تعليب المياه علاش ما تحملش مسؤوليتها؟ تحمل مسؤوليتها وتساهم في المناطق خاصه اللي هي تنتج فيها في الماء والمعطشه تشربهم اموا، اش معناها سليانه عطشانه؟ اش معناها لبيض وجلمه عطشانين؟ اش معناها وين ثم مصنع نتاع تعليب مياه في تونس وين ثم العطش؟ هذوما اجراءات نورمال مو يكونوا عاجل. Thank you.
you.